السلام عليكم، ازيكم؟ ايه عاملين؟ ايه بتطلع عشان تكونوا متابعين فيديو جديده؟ اعملوا لايك، اعملوا لكم انتوا اعملوا شير عندنا ده، وحنا بنبرس الحال ودعوا ان احنا ننجز بساعه وساعه وساعه كده بفضل الله. بفضل الله تم توفير كولكشن جديد، تكنولوجيات بقى وشغل جديد بهبد جديد. روح هناك اهو، اول بيجامه معانا حاجه زي كده ما شاء الله. النهارده كان في دغدغه، البيجامه دي لازم نفتحها، اول بيجامه لازم نوطي صوتنا عشان ما نتفشخش. بصوا ده البنطلون بتاعها اهي، البيجامه دي ما شاء الله عليها من احسن البيجامات اللي اشتغلنا فيها في الموسم ده، وده البادي بتاعها. البيجامه دي جميله جدا، خامه قطن، حاجه الله اكبر. دي اول بيجامه معانا في الشغل. معانا البيجامه الثانيه، كل ده مش هتلاقيه الا في موجي لانجلو وبس. بصي، ومش هتلاقي عند واحد حد حبيبنا برضه، ده الفلامينجو اهي. البيجامه دي جميله جدا 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 اهي. في بصي عامله ازاي البيجامه، حاجه تحفه بالصراحه. النبي شويه موديلات زي العسل. هو بقى هناك بقى معانا الموديل ده، الموديل ده طالع لنا من مصنع على المحل دغري، يعني لو رحت في الجمهوريه مش هتلاقي البيجامه دي عند اي حد. ده بقى ايه بقى؟ ده البنطلون بتاعها بالصراحه النبي، حته بيجامه. بصي ده بنطلونها، وده البادي بتاعها اوستوميك. يوم ما ينكد عليكي البسها له تحتها بادي كارينا، يوم ما يكون مرضيك البسها له كده. وايه وما تنسيش صلاه على النبي. بص ايه عامله ازاي البيجامه دي، جميله جدا شكلها في اللبس اهي. حاجه بنت ناس جدا يعني. معانا الشورت الاصفر المخطط، لازم اصلا يجي ولازم نطلبه اهو. ده الشورت بتاع البيجامه اهي، ده الشورت بتاعها، وده البادي بتاعها بيبقى نظام اوف شولدر اهي. البيجامه دي خيال خيال ما شاء الله يعني. معانا هنا بقى، معانا البيجامه الاستوميك برضه اهي، البنطلون المخطط ده الثاني معانا اهي. ده البنطلون بتاعها، بيجامات بالصلاه على النبي حاجه تحفه. بيجامتنا بتبدا من 85 جنيه صلاه النبي لحد 200 جنيه. البيجامه دي استوميك اهي، بيجامه الله اكبر عليها. معانا هنا بقى، معانا البيجامه الكم جت ثاني اهي، بيجامه الموف والبيجامه الكرهات، موضوع كبير اهي. احنا لازم ننجز. بصوا ده البنطلون بتاع البيجامه اهي، البيجامه دي اللهم صل على النبي عليها، الوان ودرجات حاجه محترمه ما شاء الله اللهم بارك. يعني شويه شغل زي العسل. اخش لك، ما انا لازم اجيب المحل كله في اقل من 5 دقايق. بص على البيجامه دي لسه جايه جديده. ده البنطلون بتاعها، ده البنطلون بتاعها حاجه اللهم صل على النبي. ده البنطلون بتاعها، وده البادي بتاعها، وحاجه ايه، حاجه ما شاء الله ايه ايه. عامله ازاي؟ بص على البادي، بص على النبي، شويه مغنات زي العسل. معانا ايه بقى تاني هنا؟ معانا الهوت شوت ده، معانا البيجامه البنطلون دي. بصي شويه موديلات ما ينفعش ان احنا ما نعرضهاش، نعرفكم انها جت المحل تاني. ده بريوب نظام باجي، وده البادي بتاعها اهي. البيجامه دي جميله جدا جدا جدا، ومعاها الحزام بتاعها. معانا الهوت شوت دي اهي. بيجامتنا زي ما قلنا من شويه، بيجامتنا ايه؟ بيجامتنا بتبدا من 85 جنيه لحد 200 جنيه يا صلاه النبي. 85 جنيه البيجامه دي لحد 200 جنيه يا صلاه النبي. البيجامات اهي، حاجه اللهم صل على النبي، حاجه تحفه يعني. معانا هنا الشورت اللي كنا نفتحها اهي، ده الشورت بتاع البيجامه، وده البادي بتاعها، حاجه الله اكبر. تعالى انجز، تعالى نفتح الكاش ده الاول، التجاره ده. بصي الانجاز معاك اهو، الكاش ده جه تاني اهو، الكاش ده تحفه. معانا هنا اجله، معانا ايه بيجامه اللي فوق جت تاني اهي، بيجامه اللي فوق جت تاني اهي. ده البنطلون بتاعها اهو، وده البادي الحماله بتاعها، وده الروب بتاعها. ولازم نجرب الروب بتاعها، لان مش هيكمل معانا اللايف الا لما نشوف الروب بتاعها. بص عامل ازاي اخر اجرب بقى، عامل ازاي الروب اهو. الروب دي بقى زي ما انت عايزه. معانا انا تاني، معانا بيجامه الاستوميك اهي، وصلت تاني وشرفت المحل من تاني. الحاجات اللي كانت خلصانه اهي، ده البنطلون بتاعها، وده البادي بتاعها اهي. مروحه زي ما قلنا، زي ما قلنا وكل مره نقول، يوم ما يكون مرضيكي افتحيها له، يوم ما يكون منكد عليكي البسه وبادك عينا. خش ربنا يجعلنا سبب في ايه، في السماء هذه الساعات الزوجيه. بصوا بقى ده
ده الشوت عامل ازاي ايه الحته دي وقال وده البادي بتاعها بتفكرني بموديل بتاع واحد عزيز عليا قوي. يلا الله يمسيه بالخير بس راجع لكم تاني وراجع لكم من جديد وراجع لكم بصوا قوي معانا هنا تاني هنا معانا بجامة جديده لا بصوا على درجات الالوان بفضل الله لو لقيت الجمهوريه ما هتلاقي درجات الالوان دي غير عندنا وبس بص عامله ازاي دي تربطيها اهي عايزه تربطيها سبب تربطيها في يونكا زي ما انت عايزه تربطيها وده الاستومك بتاعها اهي اهي دي بيتربط من ورا بقى وكلام من ده انت فاهمه قلنا زي ما البدل اللي كاينه محطوط احتياطي عندك في البيت ده الشكل بتاعه اهو عشان مش عارف شكله معانا ايه معانا الهوت شوت ده جديد اهو بص انا مستعجل كده عشان خاطر ايه بقى ايه ما نتمرجحش بص على البادي بتاعها اهي عامله ازاي تحفه اقسم بالله يلا مش هنتكلم كتير عشان ننجز مش هنتكلم كتير ده الاحمر بتاع الاسود زي ما هو معانا الكاش ده جديد اللون بتاعه ده جامد ما شاء الله يعني زي ما انتم عارفين امبارح زي ما انتم عارفين جامات البيك سايز جامات البيك سايز مثلا دي ما اتفتحتش في اللايف بتاع امبارح اهي دي ما اتفتحتش صح؟ بص عامله ازاي بص على البيجامه عامله ازاي اهي دي بيك سايز 4 5 اكس بكام بقى ب 150 جنيه يا صلاه النبي اقسم بالله جملتها بتتكلم في 195 جنيه 195 جنيه يعني تتباع بقى 230 250 دي هتبقى عندنا ب 150 جنيه يا صلاه النبي وبس ده مش موجود اللي عندنا وبس وعند واحد صاحب حبيبي برضه عشان نبقى ايه نقط على حقوق ايه ده نخش في شغلنا الاول كمل انا فتحت الكاش ولسه بصي ده البنتي بتاعه اهو وده الكاش بتاعه اهو الكاش ده حلو جدا تحفه مفيش اي كلام فيه اهو كاش راقي راقي يعني منه الوان تانيه معانا الهوت شوت ده معانا الهوت شوت ده برضه جديد معانا الاستاذ ده وصل تاني الهوت شوت المخطط الحمصي اهو ده الشوت بتاعه ده الشوت ده البادي بتاعه طب بصوا يعني ايه انا هدي النور شويه عشان ايه بصوا حلو والله ارفع شويه لا حلو حلو كده لان ايه حلو عشان هنتمرجح على المرجحه اقسم بالله انا بقى معانا الهوت شوت ده بصوا ايه ده الشوت بتاع البيجامه وده البادي بتاعها حاجه اللهم صل على النبي اقسم بالله شويه بيجامات بص عامله ازاي حاجه وقار حاجه محترمه معانا تاني بقى في حاجه تانيه كانت اتفتح مش عارف يلا هخش هناك اجيب لك ايه استنى بس الرز الواحد واحده واحده دي ما كنت عايز افتحها هنا فين دي حمصي كل مره بنسى من بالله النهارده مش هسيبه انا دول انا هفتحها اه كده انت عايز تمشي ليه يا عم بصوا على الكاش ده الكاش الزجزج اهو كل الصور دي تنزل على الترجمه النهارده ان شاء الله اهو الكاش ده جديد اهو لسه جاي ده شكل واحد اه تقريبا نازل لون واحد معانا السلوبيتا دي جديده اهي تاني هنا معانا البيجامه اللي كذا حد سال عليها تعالى اقعد بصي ده الظهر بتاع الشورت وده الوش بتاعه اهو وده البادي بتاعه الشورت ده قيم جدا جدا ده الظهر اهو وده وشه حاجه سنجل اهو معانا بقى السربت دي انا ما بتفتحش قدام بص اهي ده وشها وده ظهرها اهي السربت دي جميله جدا السربيتا دي تكرار بس عشان شغاله حلو قوي كررناها تاني بص خش نوع ما اشوف لهم اي حاجه هناك لان انا حاسس ان الحاجه ما تتحبش الجيبات اللي جوه دي كلها ما شاء الله يعني دي اللي فاتت حاليا في اسبوع مع الشغل الجديد اللي لسه هيجي والله
بتتكلم في 450 و750 وكلام هبد كده عندنا وبس. هيبقى الستان ده ب 250 قصير و 350 طويل. البيجامه اهي، البيجامه اهي دي ب 125 طرق قطع، 1 2 3 ب 125. الهوت شوطات، الهوت شوط اهو 95 جنيه. قطنيات لسه طالع، بص اهي عامله ازاي، خامه القطن بتاعته لسه فيها ولسه في تطبيقه. 95 جنيه يا صلاه النبي. البيجامه، البيجامه اهي، البيجامه الاربع قطع اهو. اديكم خلفيه عنها عشان الناس اللي لسه اول مره تخش عندنا البيج. ده البنطلون بتاعها اهو، هكررها تاني، من البيجامات اللي كانت مطلوبه جدا. وده الشبشب بتاعها او السليبر او الفوتوير كده يعني. وده البادي كات، يا معنى واحد اثنين ثلاثة. والكمامة وقعت، الكمامة وقعت. بص ايه، تفتحي ده وقول لك يا صاحبي صح، اطلع اللانج. انا بصح خلاص، لا انا ما عدتش اعمل لايف بعد الفطورة، انا مش قادر. انا اول مرة افكرها يا معنى، اقسم بالله عادش كده يبقى بعد الفطار خلاص. بسرعة النبي، شوية موديلات زي العسل. خش لهم في البيجامات البيج سايز اللي 150 جنيه، خش لهم على بيت البيجامات. وشوية كاشات كده برضه، ايه ده بقى الطقم ده واجيبك. لازم تظبط الطقم ده. عامل ازاي؟ ولا كلمة بالصلاة على النبي. بص اهو، تقوم عاملة ضغط اهو اهو اهو. نشوفه في الشقة كده بقى. وده الشبشب بتاعها، وده السليبر بتاعها عشان تعرف تاخد السكرين شوت حلوة. بصي اهو حاجة، اللهم صل على النبي يعني، حاجة اللهم صل. اوعي خضيت. اه يا الله كده خلاص، هي اخر حاجه انا هفتحها لكم الهوت شوت دي، واقفل على كده خلاص لان ما فتحتهاش. وايه نقفل على كده اللي هو الكاش ده، الهوت شوت دي كده. في لحظه احمد تعالى كده، بصوا ده الشوت بتاعها اهي، الصلاه على النبي اهي. وده البادي بتاعها اهي، بص عامله ازاي اهي، الوانها اقسم بالله جبار. معانا الاتوبيس ده، الاتوبيس ده جميل جدا، هو الابيض بتاعه جدا اهي. ده الشورت بتاعه اهو، ده الشورت، وده الاستوميك بتاعها، بتربطيه من الظهر اهو. لو مش عارفه تربطيه من قدام، بتقومي لفاه كده اهو، بتربطيه من قدام وبعد كده تلف الظهر. ده اللي اول ما تلبسه يعني اهو. بديكم معلومات، كان في واحد ابيض هنا، انا كان في واحد ابيض هنا. ما علينا بقى كده خلاص. المخطط وعلى كده. بص كل ما ابص والله العظيم في بيجامات، في شغل لسه ما اتفتحش. انا بعد ما اخلص اللايف الاقي حاجات لسه ما اتفتحتش. ده الشورت اهو، الطقم ده جميل جدا 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 اهو اهي. والهوت شوت الستان لانه بيجي تقطيع على طول، الناس بتعرف تسال عليه برضه اهو، موجود في المحل لسه متوفر منه كميه، بس كان في يوم تاني اهي. ده الشوت بتاعه اهو، ده الشوت، ده البادي بتاعه اهي. عامله ازاي؟ اللهم صل على النبي، شويه بيجامات زي العسل. نقفل كده. انا بصراحه استنى بس بحب. ايه يا جدعان عطشان، بص اللي فيها. بصوا دي البيجامه الحماله الورد موجوده معانا اهي. بص كل ده يتملى ان شاء الله الوقت، لا هو يتملى بكره بقى باذن الله. معانا اللانجيهات، فوركان بلاي بيبي، ستانات، معانا الهوت شوتات لسه متوفره، اخر كميه من الهوت شوتات ده. الهوت شوتات ده جبار. معانا اللانجي الثلاث قطع دي، اخر حاجات لسه هتكمل الاسبوع ده، لسه برضه في شغل جاي جديد. دي الكمامه بتاعتي. معانا ايه البيجامه العسل، معانا اخر كميه من الشغل بتاعنا بتاع مصنعنا، دول اخر موديلين. بقيت الشغل بتاع مصنعنا كله خلص، استنوا الدفعه الجديده بتاع الشغل مصنع بتاعتنا ماركه موجي لانجي. شويه موديلات جايه الاسبوع الجاي نهر باذن الله. دي اللي لكم اواخر بفضل الله يعني. خلاص بصوا، هما دول شويه اوردرات كده ازقزنا فيهم النهارده. احنا جبنا موظف النهارده الاونلاين، بس مش هنقول الاونلاين اشتغل، هو راجل بيأزقز في الحاجات اللي المسجات القديمه بيقزقز فيهم كده انت فاهمه. فاحنا لسه ما شغلناش الاي 9، لما نشغله خلاص هو راجل يخلص المسجات القديمه هنقول ان احنا قلنا نشتغل. المنصوره كل ده بفضل الله موجود فين؟ في المنصوره، شارع الجلاب، وجوه درج السطور ماء الذهب، محل موجي لانجو او انفينيتي.
هتنزلي المنصوره هتيجي شويه الجلال اسالي على محل موج لانش او اسالي على اللي بيلبس الرباب اسالي على صديق النبي بص انا مفضوح في الجلال هتوصلي المنصوره شويه الجلال بجد قصهم ازاي محل موج لانش انفينيتي موج لانش احد السياحات الموضه في دنيا تجهيز العرائس ارخص بجامعات في مصر وربنا يعدي الفتره دي على خير.